سيدنا مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فولورز الموسم الرابع، وضيفنا اليوم هو المغني ونجم الشبابي بامتياز معنا اليوم عادل إشبي. مرحبا بك معنا اليوم عادل. شكرا بزاف على الاستضافة وفرحان بزاف نكون معك، وهذا يمكن أول باساج عندي معك في فولورز. مرحبا بك وهذا شرف لي. شكرا بزاف قبول دعوة برنامج فولورز. أول حاجة عادل خلينا نتعرف عليك أكثر في البورتخي ديالك. ضيفنا لهذه الحلقة هو الفنان المغربي عادل إشبي، تزاد بتاريخ 20 مارس 1988 من مدينة تارودانت برج الحوت. حبه وعشقه للغناء كبر معه، خاصة أنه تربى وسط عائلة فنية، شيء اللي خلاه في سنة 2007 يشارك في برنامج سودو دوزام ويتعرف عليه الجمهور المغربي، ومن بعدها تاجه لدبي وعمل في مجال عروض الأزياء. ضيفنا في سنة 2015 قرر يعاود تجربة برامج اكتشاف المواهب، وهذه المرة في البرنامج العربي إكس فاكتر، إلا أن مشاركته كانت مختلفة نوعا ما، فمن بعد ما شارك كمتسابق واحد قررت لجنة البرنامج أنه إلى جانب عادل ضيف 4 ديال الشباب متسابقين من جنسيات عربية مختلفة وتجمعهم على شكل فريق اللي تعطاه اسم The Five، واللي حصل على شهرة واسعة من أول ظهور لهم. ومن بعد سنتين من النجاحات والإصدارات المتنوعة لهم، أبرزها أغنية لا بزاف ضيفنا في سنة 2019 رجع كيغني بوحده وصدر أعمال خاصة به بعيداً على الفريق، وآخر عمل صدره ضيفنا كان كليب بعنوان غادي جاي. ونعرى الحبابة واجيبوها لدابة، وداك الزين حني يدوقني العذابة، كيدير اللي في بالو ما يهمش كانو حبيبي يا غالي عفارو مالو. العزيمة والإرادة كلهم صفات كيتميز بهم ضيف حلقتنا اليوم، بحيث قدر فترة قصيرة يبصم اسمه ويصبح عنده أزيد من 500,000 فولوورز على الانستغرام. تبارك الله عليك عادل، المسار حافل جدا. كيفاش ما بيناش عليك من تارودانت؟ ما عرفتش علاش. أول حاجة بدأ الروبورتاج عجبني بزاف، يعني هذا مسارك عادل عجبني بزاف، يعني بل يبنو تقريبا كل شيء، يعني الباركور ديالي اللي صغير متواضع اللي يلا بديت. فشكرا لكم على هذا الروبورتاج الجميل. يلا هذه التارودانت. التارودانت هي واحد ما كنبغيش، هي مراكش صغيره. التارودانت فيها البساطه وميم طون فيها الفن، فيها الفن بزاف، لانه انا كنسميها عاصمه سوس، لانه فيها موسيقى العيساويه حمادشه، فيها الدقه الرودانيه، هي الاصل ديال الدقه المراكشيه. عندنا القريحه واحد النوع من الملحون، وانا كنتشرف بانه عائلتي من الناس من رواد ديال هذا الفنون هنا في مدينه تارودان. فبالعكس انا كنفتخر بانه انتمائي الى المدينه العتيقه. كيفاش من تارودان عاجل بنا حلم عربي يمكن نقولوا، وزعما في مدينه صغيره، كيفاش عاجل امن بها وقدر يخرج من ديك لا بيتيت فيل ويبدا المشوار ديالو؟ الوسط كان الحلم من الطفوله. انا عقلت على راسي كنا كنقراو اللغه الفرنسيه مثلا، كيقولوا شنو باغي تكون. انا كنت عقلت قلت بانو بغيت نكون شونتور، وكلشي تفاجئ بالقضيه لان الوالد ديالي كيغني، فكنت كتبان لي بانه ممكن، ولكن باش نوصل لانني مثلا نشارك في برنامج عربي ونكون فرقة عربية وغنينا في محافل كبيرة في بيسان دو بيتش في ابو ظبي، ولا في مثلا في ليالي بيروت، كان شي حاجة صعيبة. كل الناس اللي امنوا بهذه الموهبة ديالك من الطفولة اللي كانوا عارفين ان عادل غيمشي بعيد في الفن، ماشي غير مغربيا مي عربيا. عندي جوج اصدقاء، كان مهدي وجواد، واحد كانوا اصدقاء الطفولة، كانوا ديما تيقولوا غدي لينا. والوالدة وإذا كانت كتقول لي انا ما عارفاش، ولكن حاسه بك بانك هذا الشيء اللي بغيتي دير، كانت كتدعمني بزاف. تري بيان. الوغ بديتي بسوديو دوزام من الاول، كيفاش كانت التجربه؟ كيفاش الفكره تشارك في برنامج مواهب سوديو دوزام في الاول؟ سوديو دوزام داروا كاستينغ في اكادير لباقي عاقل، ومشيت فاش مشيت شاركت، فاش رجعت للدار من بعد الغد اللي قلت لهم انا تقبلت وغنبان في التلفازه، وعرفتي القناه اللي ثانيه باش نقول لهم راه غنبان نغني في دو ستوديو دوزان. فهذيك لا بيريود كان ما صدقونيش، يعني كان بخير برنامج في الاوج ديالو. الاوج ديالو كان حتى مالين الدار فاش قلتها لهم حسوا بواحد، ما بقاو كيشوفوا فيا تيقول كيفاش واحد منا غيبان في التلفازه. وتما بدا كيبان لي كلشي بوسيبل، كلشي ممكن نوصل ان شاء الله. كي دازت تجربه ستوديو دوزان؟
كانت تجربة صعيبة، خصوصا أنا تلاقت لي مع الامتحانات. خليت كان عندي التورناج الجمعة، مشيت تلادوز الامتحان ورجعت مرة أخرى كملت مع الدراري، ما كنتش ندير ريبيتيسيون بحال. شكون هما اللي كانوا معاك في لا برومو ديك سو دي زعما نقولوا اللي دابا معروفين؟ كانت معايا فنانة ليلى البراق، إيمان قريقبو، كان معايا كان معايا واحد فنان كبير انا بالنسبه ليا من بيك فان ديالو مروان البكري. وكان كانوا معايا بزاف ديال الناس هادو تقريبا. ليلى البراق مكنيلي فاز بهذاك الموسم. من بعد سو دوزام عاجل ما قالش نسالي هنايا كمل ومشيتي الاكس فاكتور. من بعد سو دوزام قررت واحد لا بيريود بانو نحبس الموسيقى، ما قلت نركز شويه على الخدمه. جاتني فرصه باش نمشي لدبي، خدمت مع شركه امريكيه ديال الملابس. فكنا درنا الاوبننج ديال لي ستور ديالهم تماك، ولكن بقى الحلم ديال الموسيقى. هادشي كان بعرض الازياء اكزاكتومون. كنا كنديروا الاشهارات وعرض. انت متعدد المواهب عاجل. بصراحه عرض الازياء جات غير بارازار. كنا كنت مع الدراري صحابي في كازا، كنت سكنت في كازا واحد لا بيريود، ويقول لي كاين واحد الكاستينغ في اوتيل. انت فين ما كنتي كدوز شي كاستي كتنجح فيه؟ يا جل الغناء، يا جل عرض الازياء، ما كاينش. مشيت مع الدري غادي هو اللي كيدير الموديلينغ، قال لي تمشي معايا. مشي قال لي لقينا السيد اللي كيدوزنا الكاستينغ، والو كانوا من اسبانيا. قالوا يا والو انت غادي تمشي معنا. انا كنقول فين شنو غنخدم؟ اوبينينغ، جيت ندير جوجلات، بديت نقرا على داك هذاك البراند، على كيفاش كيخدموا البراند اسوسييت، كيفاش خاصني نكون، ولا عجبني الحال. يعني الحمد لله تيسرات. بديتي في هذا الميدان. الوغ كنتي في عرض الازياء نقولوا، كيفاش وقعت تجات فكره اكس فاكتور؟ اكس فاكتور هي واحد لا بيريود انا فاش كنت الناس اللي ما عارفيناش هو انه كنت قريب باش باقي صغير، كنت قريب باش ندخل ستار اكاديمي. و كنت انا نكون مع ابتسام تيسكت فن. وفاش قالوا لي بانه تراو شي قالوا لي غتمشي غتدخل، يعني هما واخا تشوف لي كاستين كيقول لك مثلا انت راه غدوز ديريكتومون للمرحله النهائيه. حيت قلت لهم انا ما عنديش وقت باش نجي ندوز كاستينغ اخر في بيروت. ما مشيتش. بقاو عندهم لي باز دوني، كيبقى انت تكون نفس الشركه ديال البرودكشن هي اللي كتكون عندهم باز دوني ديال الناس. عيطوا لي في اكس فاكتور، قلت لهم صافي الغنى. قال لي لا دابا هو قال لي ستار اكاديمي انا ما نمشيش، وجا قال لي اكس فاكتور عافاك اجي عندنا. حيت ما نمشيش ستار اكاديمي وقع شي حاجه، حيت السيد اللي عيط لي قال لي راه غادي تدخل. ما بقاوش مثلا كونتاكت، عيطوا لي نكست يير العام اللي بعد منه على اكس فاكتور. مشيت دوزتو بان لي قلت لي راه غادي نرجعوا للمغرب غنديروا كاستينغ، حيت دوزت كاستينغ في دبي. قلت لي غادي نرجعوا للمغرب غندوزوا الكاستينغ انتو الكومبيتيسيون في المغرب. مشيت الحمد لله جاب الله التيسير. جاب الله التيسير. بديتي في اكس فاكتور، كيفاش كانت التجربه ديال اكس فاكتور؟ زوينه بزاف. يعني من اجمل التجربات اللي دوزتهم في حياتي. يعني دوزنا واحد تقريبا شهر ديال لي كاستينغ. كان معايا فنانه مغاربه كاين اللي ما بانوش مثلا ما بينهمش في التلفازه، ولكن دوزنا واحد عرفتي كلشي كيغني، وتقريبا واحد 200 بيرسون تقريبا من العالم العربي كلشي في نفس الوطيل، جو موسيقي 100%. اكزاكتومون. فكنت كنقول انا كنت حاطه غير كنقول تقبلت هو هذاك. انا بدا عجبني الحال دابا فهادشي. عجبني الحال، مدوز الوقيته زوينه والحمد لله جاب الله التيسير. حسيت كتحس بانه فاش تكون الشركه اللي مكلفه بالبرنامج بانه باغاك كتحس بانه باغينك، كتكون مرتاح. كنت لاعس مرتاح، ما نستعرفش انا ناجح. بعد جربت اكس فاكتور لا نيسونس ديال الجروب دو فايف اللي كانت يمكن جوبونس اخر مجموعه شبابيه كنا شفناها. ايه اخر مجموعه تقريبا في العالم العربي. جات غريبه في الاول لانه اختارونا واحد بواحد، وفاش بداو كيديروا لا بري سيليكسيون بداو عزلونا. وانا الكواليس ديال يلاه عزلونا بعدا ما عرفناش شنو واقع. من بعد قالوا لنا راه عاودوا طلعوا ثاني مره اخرى ستيج. كان 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 في يدينا انا نقولوا لا، وبرودكشن كانت حاطه الشركه اللي مكلفه بالبرنامج حاطه الامل على الجروب بانه يكون عندهم جروب بحال وان دايركشن. لانه من بعد فاش قسم معنا السيد قسم معنا ناس من اللي كيديروا اكس فاكتور ديال اليو كي، ديال قالوا لنا راه غادي ديال الانجليز. قالوا لنا راه غادي تكون نفس الفكره وراه فكره زوينه، وكانت زوينه صراحه. بدات التجربه كنا نقولوا حنا في العالم العربي ماشي في المغرب عندنا نقف المجموعات الغنائيه، عندنا كلشي كيغني سولو
ما عندناش سكيف مجات المجموعه كان نجاح كبير باسكو الناس كانت باغي يكون عندنا مجموعات فنيه. علاش ما خليتش التجربه تكمل الوغ كون نجحات زاد شو زعما غادي نشوف بزاف ديال البلايص كانوا اغاني ناجحه اختاروكم كلكم اصوات جميله وكلكم زوينين كلكم باقص عينك يعني كانت يعني كان جميع العوامل المتوفره باش تكمل هذه الفرقه وتولي علاش لا بحال وان دايركشن للمغرب من العالم بالعربي. شنو وقع ذا فايف؟ واخا كانوا كيبانوا ضحكين وناشطين كانوا مشاكل بزاف باش يبين الجروب. كان عرفتي بحال شي واحد عنده شي ورد كبير ومضاربين عليه بحال هكا. حنا كان عندنا مشكل ديال الكوليس يعني الناس كان شادين جوج شركات شي كيشرق شي كيغرب لا كانت غيكون عندنا رياليتي شو لا بقى دخلنا في مشاكل المستشهرين. هذا هو اللي كنا عرقل ذا فايف انهم ما خرجوش 8 شهور من بعد مثلا البرنامج ما خرجوا والو. تحت فسالينا كان تاخير في الاعمال كان ولكن رغم ذلك بقينا مع بعضياتنا فاش سالت واحد الكونترا مع مستشير شركه الانتاج قالت لنا فوالا رحنا غنوقفوا الكونترا دابا. كانت صعوبه بانه نكملوا وانا بيني وبينك كنت واحد لابيريود باغي قلت للدراري نخدموا سولو وجروب او ميم طون. يعني القرار ما كانش قرار ديال الجروب كنا احنا امنين بانه نقدروا نكملوا مي كانت شويه فيها بيزنس. فوالا علاش ما كملتوش نتوما اون دور دو الانتاج وهذا الشيء كامل؟ صعيب ماشي من بلاد وحده. حاولنا ولكن دابا بغيت تسجلوا شي حاجه خاص كلشي الطياره كلشي يجي الطياره خاص كيفاش غتصور كيفاش غدير انترفيو. ولكن كاين افكار بانه نتعاملوا مع بعضياتنا يعني مثلا عندي دي مامبر اللي نقدر كنشوف بانه نقدر ندير معاهم شي حاجه شي كنتفاهموا موسيقيا حيت ما كناش كلنا نفس الستيل ما كناش كنا كنتفاهموا موسيقيا ولكن كاين اشخاص في الجروب اللي تقدر مثلا ندير معاهم فيتشرينغ نقدر ديرو تريو ولا الجروب يعاود يتجمع صعيب مش ما نقولوش مستحيل ماشي ما كاين حتى شي حاجه مستحيله ولكن صعيب. انتوما ملي بديتوا في هذا في الجروب شنو اللي كان اقرب لك نتايا؟ احمد المصري مسطي هذاك كيجيني كنقول انت مراكشي ماشي ماشي مصري جيني مراكشي عباس والله العظيم. احمد كان اقرب واحد ليا من ناحيه بانه مثلا كنا كنسافروا كنبقاو انا وياه في نفس البلاد نقول نزيدوا وعزلي مثلا انا عزلي السفر مثلا جيت لشي بلاصه خدمه ما كنبغيش نسالي خدمه ونرجع في حالي كنزيد اون سومان مثلا هو ديما ان الاخرين تيبغوا يرجعوا في حالهم هو ديما ديما غادي معاك ديما انا معاك ديما مقاتل معاك. الوغ جيبوا انت كمغني عاجل كتفضل السولو ولا الجروب؟ سولو خصوصا بانه عاد بلام قلت انا بانه انا كنقدم الموسيقى ديالي كنكتب وكنلحن بغادي جايره كلمات والحان ديالي بحال سمعي لا بزاف كلمات والحان ديالي بمساعده مع محمد بوزه اكيد كنا كان يعني كان عندي افكار كان عندي فيزيون ارتستيك كانت صعيبه بانه 100% بانها تدار ومع الجروب لانه كاين افكار اللي او نوع موسيقي اللي الدراري مثلا ماشي ستيل ديالهم جوك خوا ماشي غير انا كاين حتى دي مامور من ذا فايف اللي نفس الشيء اللي فضلوا السولو اللي يقدروا يفضلوا السولو دابا واش كلهم شافوا في السولو بنجاح ولا غير عاجل يمكن اللي يقدر يكمل المشوار ديالو في المغرب؟ اكثر واحد يمكن مخرج اغاني انا واحمد وسعيد محمد بوزه بام ديم تقريبا شحال هادي ما خرج شي حاجه ولكن اكيد كلهم كيحاولوا يديروا اغاني. عاجل عندك واحد السيل خاص بك بعض المرات فيه لمسات قناويين بعض المرات فيه لمسات شويه كترجع شويه للاصول بطريقه جد شبابيه. واش هذا السيل ديال عاجل ولا هذا السيل كونسيي لعاجل نصحوا به الناس عاجل؟ كيف ما هضرنا في الاول على تارودان قلت لك بانه الموسيقى ديال تارودان فيها عندنا عيسى وعندنا احمد مراكش الصغيره ولا فاس مكناس فهاد الشيء كيكون واحد الانسبيراسيون من هاد الانواع الموسيقيه. وانا كيعجبني بزاف الموسيقى التراثيه المغربيه فيها بزاف ما يدها. فمثلا غادي جاي كانت الفكره ديال القناوي انا ومهدي بوعامر كاميكاز انه نديروا شي حاجه اللي تكون فيها سي سويت مع الروفران تكون مثلا انترناشونال كيدير اللي في باله بدوك الباكين فوكالز بدوك لي كورال الكبار مع دخله شويه غيوانيه اكزاكت. ف الحمد لله عجبت الناس انا الفيدباك ديال غادي جاي عجبني بزاف ومازال حد الان غادي بنفس نفس الريتم النجاح وكما كنقولوا ديال الله غادي ما يعني غادي الاغنيه بوحدها. كتامن ان المانجين ديال الفنان مهم يعني الواحد اللي يوجه الفنان حاجه مهمه؟ المانجر ديما مهم ولكن الارتيست هو خاصو يكون الاول مانجر ديال راسو الاول يعني الا ما كنتيش ما عندكش فيزيون نتايا وما عندكش افكار نتايا صعيبه شويه يعني ماشي
ماشي مانجر ما عندوش ديك العصا السحريه باش يبدل لك تخصص تخزين مساعده باختيارات الموسيقيه في توجيه الفنان. انا بالنسبه لي كيش تيجيني بان الفنان وليكون عنده فيزيون ارتستيك ماشي مانجر، لانه غيجي مانجر غيقول لك دير هذا الستيل، غيجي واحد اخر من بعد عام يبدل لك ستيل، خاص انت تكون عندك فيزيون ديالك. حيت كاين بزاف الفنانين عاجل اللي صوتهم زوين وعندهم موهبه، ولكن ديما اختياراتهم الغنائيه غير موفقه، يعني ما كيمشيوش في البحث كيف ما كدير انت في الايقاعات وفي هذا الشيء. كاين اللي كيمشي كيغني من واحد الستيل ماشي فورسيمون كيجي معاه، وكتقول هذا خاصو فريمون اللي ينصحو. خصوصا في المغرب كاين واحد القضيه اللي لاحظتها، بانه اغلبيه الفنانين الناجحين هما المغنيين اللي كيقدموا موسيقتهم راسهم. قدروا اي واحد طاح لك في بالك كتلقاهم بانه كيقدموا موسيقتهم راسهم. يعني اشنو كيعني بانه عنده فيزيون ارتستيك؟ لانه كاين الناس عندهم اصوات طربيه ولكن هذيك لا فيزيون ما كايناش. يعني اشنو خاص، اشنو الهيت، اشنو اللي ماشي هيت، اشنو ما كنهضرش بمنطلق بانه انا مازال تجربتي متواضعه ومازال طموح ديالي كبير، كنهضر داكشي اللي كنتمنى نطبقه على راسي كنقول اون جينيرال. فهمتي؟ فكنعتقد بانه لا فيزيون ارتستيك تري امبورطونت. ما ندمتيش عاجل على انك تخليت الكاريير تاعك في عرض الازياء في دبي من اجل الغناء؟ داكشي كان الخضره فوق الطعام كما تقول. كان بونص. حيت الشركه اللي خدمت معها هي شركه واخا كنت ممكن مثلا نزيد نولي مثلا حيت دي ستور مانجر مثلا، ولكن كان ديما الطموح ديالي ندير داكشي اللي بغيت، سواء كانت نتيجه ايجابيه أو سلبية، أتليست كنقول بأنه واحد النهار درت داكشي اللي باغي نوصل ودرت داكشي اللي باغي، نجحت ولا ما نجحت، تجربة، الحياة كلها تجربة. تخي بيان. إيه هاد الكاريير عرض الأزياء والشكل ديال عادي اللي ديما كيهضروا عليه المعجبات، ما خلاش عادي يفكر في التمثيل؟ أنا واحد الحاجة ماشي زعما تواضع، كنشوف راسي وشكرا لأي واحد كيشوفني بأنه أنا عندي لوك مزيان. هذا الغوتو ديال المعجبات جاك كتبوا لنا في انستغرام. فالتمثيل من عشاق السينما، كنتفرج بزاف أفلام، كنتفرج بزاف لي سيري. فكنقول لها ان شاء الله غندخل للتجربه خاصني نكون قاد بانه نعطي شي حاجه زوينه ونبان ماشي نبان ندير اضافه، فهمتي؟ فما كنبغيش نتطفل على شي حاجه ماشي هذيك، ولكن عندي صراحه مره كتجيني هذه الفكره. كتجيني الفكره. جاوك عروض عاجل؟ مثلت في فيلم شحال هادي كندير بومباي كنت باقي صغيره. دابا ملي كبرتي ما جابلكش صغير؟ عروض لا مازال ما جابوش اقتراحات. ما عاجلش شي اقتراحات؟ جاوني عروض وكنفكر ما قبلتهمش. تبارك الله عليك. طبيعي نشوفوا الصفحه ديالك، نشوفوا الاستاتيك ديال الصفحه ديالك، نتعرفوا عليك صافي. تبارك الله فيك اكثر من 500,000 فولورز. نبداو هذيك متوقعاها، هذيك متوقعاها 81.8% من النساء و 18% من الرجال. ما هذا الاكتساح الانثوي اللي عندك عاجل في الصفحه ديالك انستغرام؟ ما هذه النساء كلها عاجل؟ اش اللي فهم كلهم 500,000 مرة. حتى الانطلاقه ديالي يمكن مع الجروب ذا فايف كان اغلبيه ديال الفانز ديالنا كانوا بنات. نتو كان جروب فيه 5 دراري، كان صعيب يكون. فكان هذا هو السبب. ولكن كنتي حافظ على القاعده ديال المعجبات ديالك. الحمد لله. بغينا شويه حتى الدراري تزادوا شويه. ما السعر داكشي تيميد الساعه كاين اللي فان بزاف. داير حنا من بين الاسئله اللي وصلنا بزاف ملي قلنا عادل الاشباع يكون معنا في البرنامج، هما المعجبات اللي كيسولوا واش عادل مرتبط عاطفيا ولا لا، أو أين هو الحب في حياة عادل إشبي؟ الحب كاين باختو. لا ماشي داك الحب ديال باختو، ما كيسولوش واحد الحب واحد آخر. لا داك باختو حب العائلة كله عرفناه. لا هما كيسولوا على واحد الحب بالضبط. شوف كيكون واحد اللي ديال الارتباط. داك ديال الحب ديال الارتباط شوف أنا كنأمن كلشي هنايا في الراس ديال الواحد. أنا دابا أنا من داك وصلت لواحد المرحلة بأنه حل الباب ديال الحب وديال الارتباط. ديال الارتباط وديال اسمو لأنه صافي يعني كتوصل لواحد كتبغيش يكون معك اون بيرسون اللي تدعمك وكيكون عندك مشاكل كتعاود لهم سيرتو الدومين ديالنا تحس بها ذا فيرست سبورتر ديالك. فاي واحد كيتمنى ما كتخافش هادشي يقدر يقيس في القاعده الجماهيريه ديالك عاجل النسائيه ديما الفنان فاش كيتجوج؟ لا ما كنفكرش بحال هكا نهائيا. فبالعكس بنادم اللي تيبغيك يبغيك تكون فرحان، يبغيك تكون سعيد. يعني شنو هما المواصفات ديال البنت اللي تقدر تكون دابا معناتها حل الباب باش نحل نساعدوا البنات اللي باغيين يبوستوليو؟ شنو المواصفات المواصفات في جهه الاحلام ديال عادل الاشبي؟ ما عنديش مواصفات، ما نقول لك واحد القضيه بانه ما بغات تكون داك الشيء كيكون قلبه ما يريد، فهمتي؟ انا او اهم حاجه بالنسبه لي هو بنادم يكون اي انسان تكون ظريفه بزاف حيت انا لا جونتيس كتقضي عليا. هذا هو ما عنديش مع. وشنو هي الحاجه اللي كيكرهها عادل في النساء؟ ما يمكنش تكون تصنع.
بانه كدير افور تكون فو كتحاول دير شي حاجه اللي اللي انت ماشي هي فهمتي بي يور سيلف. يعني درنا اغنيه باي ذا واي في هذا الموضوع هذا سمعت على طبيعتك كون مع واحد الشركه اسمو كان الموضوع ديالها بحالك انه حيت خصوصا البنات مع السوشيال ميديا وحال كيحاولوا يكونوا شي شخصيه اللي ماشي هما كيشوفوا فلانه بغيت نكون بحالها. انا بالنسبه لي كتعجبني المراه اللي كتامن براسها مثلا كمشيت شي بلاصه كتقلب ديك كولي بيدك كنت ماشي ديك عطسي انت كامل جالسه عادي ماشي لا عادي عندك تكون جالس شي مطعم في جوره ومسي مع شي وحده وتعطس لك فوق الطبسيل ولا شي حاجه لا فوق الطبسيل لا ولكن تما ما يعجبكش الحال لا ديك ما تاكل بيدي ولا شي حاجه تقول لك عيفتيني لا لا بالعكس اثنين كاردي بي كتاكل بيدي المهم قال لكم عادي ناكلوا بيديكم كسكسو ولا الكم وداكشي اللي بغيتو لا الا كنتي you feel like ما تغطيش على راسك تكوني شي حاجه اللي ماشي انا هادو تفاصيل سطحيه كنهضر اون جينيرال في التعامل في كل شيء. يعني الانسان اللي على الانسان اللي على طبيعته اللي هي هي كيف ما انت هي تلقائيه شعبيه تلقائيه ماشي عرفتي شحال هادي مثلا كتخرج مع شي بنت كتاخد هي عصير شحال ما كتكملوش هي باغا تكمل تكون الصاد لا ولكن اصعب حاجه تخرجي تاخدي الملفي وتبغي تقطعيها تنتشر لك في الطبصيل لقطه صعيبه تجيك شحال وديك الملفي كتكون زوينه فهمتي ملي كيخرجي كيف الجناب ديك لاكريم كتخرج تري بيان. كملي معك في ستاتيستيك ديالك عادي نشوفوا المدن عندنا الدار البيضاء القاهره مراكش رباط وفاس كيفاش قضيتك مع المصريين والمصريات نقولوا المصريات جمهور كبير عند عجل ذا فايف من انا افون شحال هادي كان عندي ستاتستيك كان عندي مصر اكثر من المغرب يعني فاش الله بدينا مع ذا فايف والمصريين الا مشاو تحبوا كيهزوك فوق راسهم بحال الطبيعه ديال المغاربه ولكن المصريين عندهم ديك لاندستري ديال لا ستار والفنان بزاف وما صار كنا كنديروا دي باساج بزاف في التلفازه وكيتعرفوا عليك كثار سي دي فام فيدال يعني اللي كيبقاو معاك نزلتي ما نجحتيش نجحتي مطبات الحياه مطبات تلقاهم معاك ما فكرتيش دير عمل مصري كاين اغنيه مصريه جايه الطريق ما جايش الطريق ولكن كاينه فكره ديال الاغنيه المصريه كاين في الباك جراوند ديال شي موسيقى كيعجبني الموسيقى المصريه ما يكونش ميكس سيغمون ما يكونش مصري 100% يكون فكره بديت كن مش كنقراك نشوفوا البلدان المغرب مصر بيان سور الجزائر تايلاند ما عرفتش ديال ديك تايلاند تونس وتونس السن اللي متبعين عادي الاجبي بيان سور من 18 حتى 43 سنه الفتيات شابات ترانش مقاده بصعيبه ديال لي جون في اللي معجبين بالشخص ديال عادي الاجبي علاقتك كيفاش كتجريها مع لي فان ديالك سوغ انستغرام؟ اول حاجه انا كنت في السوشيال ميديا مقصر شويه كتجيني فترات ما كنحط والو ما خاصني شويه السوشيال ميديا خاصني نهتم بها اكثر كيفاش كدير في لي ميساج مع لي فولورز ديالك واش كتجاوب عليهم كاملين واش كتجاوب على بعض الميساجات كنجاوب واش ما كتجاوبش مره لا ماشي ما كنجاوبش كنجاوب دو طون طون كنجاوب ما يمكنش شي واحد المجهود وكاتب لك ميساج كيقول لك عجبتني الخدمه اللي كدير وانا بيك فان ديالك وانا تعزيز عليا وما تجاوبوش شنو اغرب ميساج لك عاجل في انستغرام ما عمر ما بغيت ننسى لك اغرب ميساج ديال شي فان قريتي كان هذه فيها مد ديال ذا فايف هي واحد كان واحد فان من دوله عربيه مش من سيتيش كاين في تركيا كانوا باغي عندهم شي ويدينغ وعرس وكا وكانوا باغي يجيبوا ذا فايف وهي بيغ قالت لي بان انا فان ديالك وصلت القضيه بانه ولات كتهضر في التليفون شي وحده مع شركه الانتاج باش نمشيو لتركيا بقات يومين صدق داكشي كله ما كاينش غير عند العرس كريزنس بحال قلتي ما كاين العرس لا والو لا تركيا حتى حاجه لا التيكيت الطياره تصيفطوا شي تخربيق شي ونتوما كديو معاها ماشي انا توصلت لواحد فاش وصلت الخدمه صافي قلت لها راه نشوفوا السيد اللي غيتكلف ما كاين والو وهو براسو لي اكسبير كما نقولوا يعني مشى غلط درت به درت به لا هادي فن ذكيه يعني ذكيه واخا ذكيه حتى الحماق راه في الذكاء ما تنساش نكملي معاك غادي نبغي نتعرفوا عليك اكثر في البورتري ماروكان ديالك فقره بورتري ماروكان
معكم مشاهدينا ولو بورتري ماروكان ديال عادل اشبي. واول سؤال نسولك عادل، لك انت اغنيه مغربيه، اش من اغنيه غتكون بيسون غير اغانيك؟ وقتاش تغني يا قلبي الا ما غنيتي اليوم؟ عادل رومانسي، فهمتي اختياراته الفيغنائيه رومانسي حنين. حنين، الا كنتي فيلم مغربي بلا ما تقولي عارف اش فيك. فيلم مغربي انت عزيزك السينما وعزيزك الافلام المغربيه. كاين افلام مغربيه كنفكر اكثر احنا فيلم مغربي كان، ولكن كيبان لي حازي هذا هو الفافوريت ديالي هو البرتقال. البرتقال المره لا الفيلم ما ياخذ جائزه اكثر فيلم تقال في البرنامج. لكن افلام اخرى زوينه، ماروك كيعجبني لانه كان في هذيك لابيريود كان في هذاك الوقت كان فيلم كان يعني معاصر ل فهمتي، وكان كيبين واحد الكوتي ديال المغرب اللي المغاربه كاملين ما كناش عارفين بانه كاينه. حيت في ذاك الوقت ما كانش مواقع التواصل الاجتماعي بزاف، كيف في كل طبقة اجتماعية كتعرف غير بعضياتها. فوالا كل طبقة تعرف بعضياتها. هذاك يمكن هذاك الفيلم عرفنا على طبقات اجتماعية أخرى ما كناش كنعرفوها قبل. فوالا وأنا بالنسبة لي ما كنتش كنعرف بأنه كاينين المغاربة بحال هكا، ما كنتش كاني ماشي كان كيمشيو المدرسة بالشيفور. ما كناش كان كلشي يمشي رجليه مع الجوج والشمس. كيقول لك كاين مغاربة بحال هكا ما كيهضروش العربية كاع. أنا ما كنفهموش فرونسي كاع. عادل كنت مغني مغربي شكون غتكون؟ مثلا غير عادل بغي يكون عادل فهمتي؟ لا انت دابا ديجا عادل، لما كنتيش عادل ايش باش من مغني تكون؟ بصراحه ما عندي حتى شي فكره، ماشي زعما اولا نقدر نقول كنتمنى النجاح ديالو ولا كنتمنى مثلا نوصل لليفو ديال في المغرب بحال تكون بحال ايكون بحال سعد وبحال حاتم عمور ونوصل لهذ المرتبه اللي يكون مثلا الناس بقى مفكراني ولا بحال الناس القدامى بلادي بالخياط نوصل لواحد النيفو بانه نستحق بانه الناس يتذكروني بحال هكا. تري بيان. ولا كنتي ممثل مغربي؟ نتمنى نكون بحال رشيد الوالي. انت بحال برتقال المرة من الاسماء الجد مذكوره في هذا البرنامج. الا كنتي مدينه مغربيه بغي نكون تارودان. نبقى من غير تارودانت كتمنى ترجع تعيش في تارودانت عاجل؟ شوف انا المدينه اللي بحال قلتي خلاتني نحس راسي بحال في تارودانت هي مراكش. مراكش وتارودانت عندهم بزاف د القواسم المشتركه، ومراكش هي تارودانت كيف بغيتها تكون. فانا مثلا اكيد واحد النهار نبغي ندوز بزاف ديال الوقت في تارودانت. في هذه اللحظه هذه كنعيش في مراكش وكيعجبني مراكش. هادشي اللي مشيتي دابا عادي وانت باقي صغير لتارودانت، خاص المعجب باش يطلع عندك تارودانت باش يشوفوك يتصوروا معك ويرجعوا. تري بيان، مكملين معك عادي وغادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج السلبيين تقالوا في مواقع التواصل الاجتماعي، الناس طلبوني وسولوك. وغنديهم عندك الكرة باش تجاوب عليهم في فقرة الكرة عندك بعد الفاصل الإشهاري، بقاو معنا. رجعنا معكم مشاهدينا وعادي إيش بالكرة عندك باش تجاوب على مجموعة من الأسئلة طرحوهم المعجبين ديالك في مواقع التواصل الاجتماعي، تقالوا سو فورم دو كومونتير ولا ميساج. سي بيان سلبيين، هذاك الشيء زوين ما قلناهش. هاني هذا دي تيبيكمون، اي واحد كيتلاقى معك تبقى قالوا فيك واحد الناس شي حاجه خايبه، ما عمرك تقول شي حاجه زوينه. وقعتي مع سوني ميوزيك في 2015 كمجموعه وكسولو، انت سبق وصرحتي بالله ما كانش تجربه عظيمه مع سوني. كسولو ما كانش لانه مع ذا فايف كما قلت لكم هما اللي فسخوا العقد. ومن بعد ما فسخوا العقد رجعوا صنعوا معايا بوحدي. يعني كنت كتوقعات كبيره ما مشاتش كيف ما بغيت انا. انت قلتي صافي راه ما حسبتهم فحال واختاروني انا. عجبك الحال؟ شنو وقع ملي بديتي معاهم؟ ماشي ما شفتهاش بحال هكا، اي واحد فيهم كان غيقبل. يعني كانت هي هما جاوا قالوا لي هضروا معايا قالوا بغيناك تكون انت تكون انا سولو. يعني ما كنتش موسيقى باغا خدمه اكثر من هكاك، باغا واحد الاهتمام اكثر باش توصل اولا سينو كن بوحدك ما كاين لاش. هما بقوا معك عقد؟ شحال كان دامت مده العقد؟ كانت عامين في ثلاث اغاني ما يمكنش في عامين كلها ما يمكنش ثلاث اغاني في عامين. هادشي اللي كان ما كان لا كانت كان كلام اكثر. يعني هذاك وهذا الغلط ديالي، يعني كانت وعود فيربال يعني ما كانتش موقع. وهذا يعني وهذاك الغلط ديالك عادي انك ما كانش يعني دونتيها في العقد ديالك في الاول. هذا هو الموضوع، لانه ما هما تمام حقهم انهم يشوفوا مصلحتهم. واليوم عاجل قرر يمشي بوحدو في الطريق ديالو، ما كاين حتى شركه متعاقده معاك، انت ديال راسك حر طليق
فريلا كمان فوالا اللي خديت شي حاجه كنديرها في جيبي صافي حتى ملي تحاسب معايا الكره عندك باش تجاوب الناس اللي كانت تقول لنا كانت هناك علاقه حب تجمع ما بين عادل إشبي وفاتي جمال. لا ما كانتش حتى شي علاقه حب. فاتي كانت صديقه وبقى صديقه ديالي. كانت كنا واحد لا بيريود قراب بزاف لان كانت عندنا اصدقاء اون كومون يعني تشاركين هذا اللي كان ممكن واحد لا فيديو كنا كان زواج العقد القيران ديال ايمان الباني فداك لا فيديو يمكن الناس اعتقدوا بانه كاينه علاقه بيناتنا فاتي جمالي صديقه ديالي وباقي ما غير صديقه ديالي. واش في ديك الفتره بالضبط كنتوا مقربين اكثر واش دابا اونتخ طون ضربتوا؟ لا ما كاين لا ضربنا والو اصدقاء ولكن ما بقيناش مثلا كنهضروا بزاف كوم افون. شنو هو السبب؟ ما كاين حتى شي حاجه الوقت الحياه ما كاين حتى شي سبب تلاقينا دغنيغمون وكان عادي داك الشيء. دي فايف دائما كنتي كتقول بالله غادي نديروا اعمال مشتركه دائما عادي اللي كيخرج كيعطي تصريح غنديروا اعمال مشتركه عمر هذوك الاعمال مشناهم. نسيت شعر ديما كل مره كاين وعود. واش ما خفتيش على المصداقيه ديالك عاجل؟ شنو السبب ان عادي كيخرج بتصريح وكتكون متاكد وديما ما كنشوفوش هذا العمل من بعد؟ كيقول لك كام لايت وكام اغلي يعني تجي معطل وما تجيش خايب. بالنسبه لي باش تزرب ودير باش ندير عمل كنت عطلت بزاف. انا دابا خدام على كارير ديالي كيما ما خدامين باش حتى كنا رجعنا درنا شي حاجه يعني فداك العمل ديالكم المشترك تعطلتوا بزاف باش ديروه ماشي ذا فايف كلنا كنقول ديما بانه غيكون واحد التريو من ذا فايف كان مثلا مشروع مع سعيد دابا سعيد مشغول مع شي خدمه ديالو حتى انا راه مشغول ولكن كاين افكار ديما باش نديرهم يعني كيبقاو فكره ما عمرهم ما خرجوا الواقع فكرتوا بزاف عاجل كنفكر باش نرجع نديرو شي حاجه اونصومب بيناتنا ولكن خاص تكون شي حاجه مناسبه يعني دابا كتسناو على اللحظه اللي لقاو العمل مثلا سواء من جهته ولا من جهته ونديرو ان شاء الله ان شاء الله يعني دابا لا عطيتينا وعد جديد عادي العاود ثاني اشتي لا قولي لنا امتى عاود ثاني عطينا عاود ثاني النوفو ديالي كاينه هذه الفكره هادشي اللي ما بقيتش بغيت نعطيك حتى شي تاريخ لا ما يمكنش يكون تاريخ لانه مثلا الاغنيه خاص نلقاو الاغنيه اللي غنديروها انا وياه مثلا سعيد كان مثلا فكره ديال الاغنيه دابا بالنسبه لي هو تعطل بزاف باغي يدير شي حاجه ديالو بوحدو دابا ولا ما يمشيو حتى انا كيف هاد السنه ما تكون والو لما نكون واقعي ما عرفتش يقدر يكون لانه ما نقدرش نقول ما غيكونش حيت كاين دابا انا اللي بغيت نفهم كاين طلب من الجمهور تاع بغي يعاودوا يشوفكم اونصومبل اولا يشوف كما قلت انت غير جوج منكم ولا ثلاثه اونصومبل علاش كتعطلوا من جوج طالبوا الجمهور منكم بإلحاح يعني ديما فاش كنسولوا شنو بغيتوا تسولوا عادل إشبي تيقول لك امتى نعاودوا نشوفوه مجموعين واحسن حاجه هو انك تعطلوا دير شي حاجه زوينه غيكون واحد غيكون شي بروجي مثلا ويكون يكون النيفو ديالو زوين بزاف أولا غنديروا شي حاجه ويقول لك رجعتوا اخر بقتوها فهمتي البلان هذا هو يعني خايفين من داك لو روتور كيفاش غادي يكون خاص تكون شي حاجه زوينه يكون الكامباك صحيح تري بيان عاجل الكره عندك باش تجاوب الناس اللي كيقولوا ان هناك بزاف د الخلافات الشخصيه بيناتكم شخصيه خلافات زعما كاع كانوا خلافات ماشي مضاربات لكن اي خلافات كانوا شي مشاكل في الاول فسرتو ولكن انا ديما كنقول انا ديما صراحه بيناتهم يعني مثلا فاش خرج احمد خرج بشي تصاريح بانه انا ما بقيتش انا ما ملي كنعجبني الحال ولكن ما كانش كيدوي عليا انا كيدوي على الاخر كيجاوبوا مثلا بي ام دي كانوا بيناتهم ما نقولش بان كنا متقاربين صحاب مثلا كلنا كاين انا مثلا احمد كنهضر معاه بزاف كاظم كنهضر معاه بزاف كنهضر معاه اكثر مثلا محمد بوهزه كنهضر معاه كاظم كان واحد الفتره دوز واحد الفتره طويله في المغرب ملي تزوج بماريان نجم علاش ما في هذاك الوقت اللي كان هو في المغرب وانت في المغرب ما فكرتوش نشوفوكم اونصومبل عاوتاني حيت هذيك لا بيريود انا كان عندي عقد مع الشركه ديال الانتاج وكان هو ما كاينش يعني كان صعيب انه يكون بيناتنا ما كانش يمكن نديروا اغاني اونصومبل وكان يلا تقريبا يلا تفارقنا بواحد عام تقريبا كنت مازال محتاج تخرج اصدارات جديده هو كان محتاج كيفاش قضيت الحنة هاد الفكره ديال الحنة كانت الفكره ديال امير الروالي المخرج فكانت الحنة كي الطريقه اللي درناها حنا كتداب في الهند قال لي علاش ما نديرو نقوش ديال الحنة قال لي انت مستعد في الاول كان واحد التردد كبير يعني كنقول لي كيفاش انا خاص يكون عيط لي واحد النهار بيني وبين راسي قلت لي انا نديرها
وتفاجأت بأنه كانت ردة الفعل ديال الناس ما كانتش سلبية نهائيا لي كومونتير في يوتيوب. شحال الوقت انت جالس كيصيبوا لك هادشي وزين أربعة سوايع وانت جالس ما خاصكش تحرك عادي وانت صابر كي بالنقش وبالحراق درلك في الدوليو الدوليو كان صعيب شويه القضيه شحال الوقت باش حيدات فاش بانو حيدت دغيا كنت كيسحبنا هاد جوج سيمانات لا ماشي سيمانات لا لا ايام مشات عندك وجه ديال الحنه ثلاث ايام صافي الحنه صافي هادشي اللي كاين عندك الوقت كامل اللي كيتسناو العائلات باش نقشوا يديهم راه كتبقى واحد ثلاث ايام ثلاث ايام مشات صافي تخي بيان ما كانش حتى شي انتقاد ما كنتش واحد قال لك شي حاجه كاين شي كلام ولكن عامه يعني اللي كومونتير في يوتيوب يقدر الناس يشوفوهم الحمد لله يعني كنت تفاجات بانو الناس تقبلوا عجبتهم الفكره وعجبتهم الفكره تيقول لك بانو تخي بيان الوغ هادي عندي لك مجموعه من الاسئله غادي نسولهم لك في دقيقه واحده يعني غتحاول تجاوب بلا ما تفكر فقره جاوب في دقيقه نكمل معكم مشاهدينا وعادل عندك دقيقة واحدة بجاوب على الأسئلة ديالي كاملين مستعد أجاوب بكل صراحة نشوفوا نشوفوا طيب أحسن ميزة في شخصيتك كنصبر أقرب شخص ليك كاين بزاف ديال الناس واحد الوالدة الحلم اللي مازال ما حققتيش وأنا الموسيقى ديالي تسمع في العالم العربي كامل انه توصل لواحد وصل لواحد النجاح كبير بزاف قلت لك حبيتي شي حدا من قبل واش عندي واحد الحب في مدليسي كاتاستروفيك انك منوع كما كحمش العطله ما كتبقاش تشوفها بس ما كنشوفهاش قلت لك تعرضتي للخيانه أكيد كنت تعرضت للخيانة زعما ما كنكون مفراسيش غام ما قالوهاش ليك ما قالوهاش لي مفتخر بلي وصلتي لي لحد الان عادل الاشبي مفتخر بزاف وهادشي كيدفعني باش نزيد نخدم بزاف اصعب حاجه عشتها في حياتك اصعب حاجه عشتها في حياتي هو كاين بزاف ديال الحوايج كاين حوايج باش توصل باش تكون مرحله انتقاليه ديما كدوز واحد المرحله صعيبه باش توصل للراحه يعني ما كتجيش حاجه سهله اي حاجه زوينه كتجي بالخدمه وبالكرفيس كما تيقولوا الذكرى اللي ما عمرك ما غتنساها الذكرى اللي ما عمرني غنساها هي اكس فاكتور البدايات وكيفاش شاركت وانه غنبان في قناه عربيه كبيره لما تبغي تقول كنبغيك لاي حد كيبغيني من قلبه حتى انا كنبغي كيبغيكم كاملين لما تبغي تقول شكرا للناس بزاف اي واحد وقف معايا واي واحد مأمن بيا لانه كتكون بزاف كندوزو مرحله فراغ اي واحد كان كيقول لي شي كلمه زوينه وكاين بزاف ديال الناس ما نقدرش نسيت لي نو لانه غنظلم شحال ديال الناس كاين بزاف ديال الناس واقفين معايا و كيدعموني الا عطاتك فرصه باش تبدل شي حاجه في راسك شنو الحاجه اللي غتبدل الحيد من التردد دو فايف كلمه العشرة وتشاركنا الحلم اخر مره بكيتي فيها اخر مره بكيت فيها دغنيامون كندوزو مرحله كما ساعه ولله كيطلع لك الدم كيطلع لك الدم كتعيا اغلى كادو جاك اغلى كادو زاني ما نقولش شكون عطاه لك يلا اغلى كادو جاك شنو هو جاتني فاش كنت في دبي مع ذا فايف جاتني مكانه مزيانه فاخره اعلى اجر تقاضيتي عاد الاشبي تقاضينا اجور كبيره مع ذا فايف كبيره بزاف ولكن ما كناش عارفين لي ديتاي ديالها يعني كانوا اجور كبيره بحال اش قريبا يعني كانت عندنا مع شركه مع شركه اعلانيه ولا هيبات كنا شحال كتكون غير هكا غير ما بين وما بين ولكن انت ما وصلك والو التفاصيل ديال الكونترات ولا انت في الاخر كنت توصلك واحد كتوصل فوالا انت كتوصل لك شي بركه فهمتي كيكون شي حاجه ديال العقود ما نقدرش ولكن كبيره اسوء اشاعه خرجت عليك عادل الاشبي وزعجاتك اسوء اشاعه خرجت عليا ديرونجاتك كاين بزاف ديال الناس تيقولوا مثلا انا مثلا كنت تصنيف في السوشيال ميديا خصوصا السوشيال ميديا فيسبوك بانه هضرت مع شي هاد ولا قلت شي حاجه وانا ما قلتهاش وانا ما كنعرف كاع ديك لا بيرسون مثلا وماشي شي اسوء انا اخترتي بانك تدخل الدومين ارتستيك راه غايجيو اشاعات خاصك تكون مستعد نفسيا ولا شخصيتك خاصك تكون مستعد لهادشي شكون الفنان اللي كتمنى تكون عندك بحال المسيره ديالو ف
في العالم العربي في العالم العربي نبغي نكون بحال عمر دياب 60 طون باقي مثلا خدام باقي عادي نبغي طول معاكم مازال ما بغيتش يسالي دابا هو قال لك لما كبرتي صغير عمر دياب كان صغير فاش كان كبر فاش كان صغير يعني عاجل مازال غتشوفوا شحال من عام مازال شكون الفنان اللي كتشوف انه الدوماج ما مشاش بعيد في الفن ماشي ما مشاش بعيد ما خداش حقو نقولوا ماشي ما مشاش بعيد هو طرات له واحد كنت بيغ فان ديالو وخبر واحد لابيغ هو شاب مامي وكاين واحد الله يرحمه شاب حسني يعني بالنسبه لي شاب حسني كون بقى راه يعني كان يوصل يمكن تري بيان مكملين معاك عاجل وغادي نشوفوك شنو كتبع موقع التواصل الاجتماعي نشوفوك شنو كتشوف انت في انستغرام وفي سناب شات فقط انت الفولور رجعنا معكم مشاهدينا وانت الفولور دابا نشوفوك شنو كتبع في المغاربه في مواقع التواصل شكون هي ولا شكون هو هذا اللي ديما كتمشي كتشوف في انستغرام لي ستوري ديالو هذا ما سيرشين صراحة الستوري كان كنبقى مي اللي غير كتشوف ديك الدواره باينه كتمشي ديك الساعه كتشوف في الفنانه ولا في الانفلونسور شكون اللي كتشوف بزاف الاصدقاء ديالي كنشوف اسامه رمزي كنشوف قال كنشوف الناس اللي خدام معاهم مثلا مي اللي كتشوفو بور لو فان ماشي باش كيعجبك تشوف في الستوري ديالو كنبغي نشوف اسامه رمزي اسامه رمزي وصديق عزيز بزاف شكون الانفلونسور اللي كيعجبك اللبس ديالو انفلونسور ولا ارتست اللي ديما كتمشي تشوف تصاوره باش تشوف لو ستيل اللبس كاين بزاف ديال الدراري كاين افكار ياسين مرابط مثلا كيعجبني نشوف سيرتو انا اوكي كيدير بزاف ستان ديزاينر ومحسن اوكي كاين بزاف ديال الدراري ما طاح لي دابا يطيحوا لي في بالي قلتهم لك تري بيان شكون الانفلونسور ولا الانفلونسوز اللي كيعجبوك لي فواياج ديالو يمكن الزعيمي احلام فاتن يمكن سميتها تعجبني اللي كوالي كتمشي ليهم فاتن زعيمي وشكون الانفلونسور ولا الانفلونسوز اللي ما كيعجبكش شوف ما نقدرش نسيت لك ما نقول لك صراحه ما نقدرش نقول لك لانه كنشوف انا جي بالو دو باش نقول انت ما كتعجبنيش مي ما كيعجبنيش شي واحد اللي كركب على الموجه طرا شي حاجه كتلقاه حاط ستوري كيهضر ولا تيبكي ولا شي حاجه مثلا شنو رايك في هاد الفنانه فيما كيبغي يخرج شي كليب كيخرج قبل منه اشاعه ما مامنش بالبلاغ ماشي يدير شويه البز عاد من بعد يخرج الاغنيه ما مامنش بالبلاغ ديالو انا مثلا الصديق ديالي محمد الرفاعي قبل از ماي بيست فريند بدا في الفناني قبل ما يخرج كيفاش نخليك خرج هكا ما دار لا خرج نهار الاول ضربت له 30,000 كان قال لي مقتنع يعني ما انا وياك كنناقشوا هذا الموضوع بزاف يعني ما كاين ناس كيقولوا لي خاصك دير شي حاجه تقول بها انك انت هكا ولا دير شي اشاعه وتسرتوا انك فنان كبير ملحين وكا كنا كنناقشوا هذا الموضوع لا ما كاينش امل بالحياه الفن هو اللي كيدوم هي اشاعه كاع شافوا الناس نهار الاول غتمشي الاشاعه تمشي الاغنيه جو بريفير انا واحد الاغنيه تاخذ حقها من بعد 6 شهور ولا 7 شهور يكون تكون اغنيه زوينه على انني ندير اشاعه واش ثقافه البوز ضغط على المجال الفني يعني ولا الواحد غير الفنان لما خرج اغنيه نجحات كيمشي يدير واحد البوز ولا واحد شي حاجه اونتر طون باش يعاود يهضروا عليه الناس ولا بغى يخرج اغنيه ولا الثقافه كاينه بزاف ولا كاريبون سيستيم كيمشيو به الناس تيب دو ماناجمنت كيمشيو به الناس فنانه واش كتشوف ان هادشي غادي دو بلوز اون بلوز كاين في المجال الفني هو كاين ماشي ما كاين ولكن نقدر نقول لك واحد الكلمه بانه الجمهور عاق ولا كيعرف ولا تيقول لك غيخرج اغنيه داكشي علاش دار صافي انا كديرها في الاول كانوا الناس ما عارفينش ولكن الناس دابا ولاو كيعرفوا واش هادشي داروا على قبل انه غيخرج اغنيه تبان غبي من الاخر يعني نفضل بانه بشويه بشويه عليا الناس ما يعرفونيش بشويه نخرج موسيقى واحد النهار يوليو الناس كيبغوك انت وكيبغوا الفن ديالك اما باش ندير البوز كل مره ندير البوز شنو غنبقى كندير البوز حياتي كامله ما عمر ما جاتك شي نصيحه بحال هذه يقول لك بحال شنو الافكار ديال البوز اللي اقترحوا عليك عاجل هو باب مع علاقه مع شي بنت شي دير مثلا هضر على شي حاجه باش الناس مثلا شي حاجه ما بغيناش نزل العكس ديالها كل ما عاير شي فنان يبان لك شي واحد مثلا دير شي مشكل شي واحد مخاصم مع مرته مثلا نقول لهم سمحوا لي فلان انا عارفته انا فهمتي طلع على الموجه ما
شي ما نديروش ما نعرف ليش اصلا نقولك الصراحه ما كاين الناس اللي كيتنصحوا في هادشي والشي راه واش عمر عادي يشري دي فيو الاغاني ديالو زعما دابا انا بالنسبه ليا غادي جايده وصلت ليا 2 مليون تقريبا 800000 وواصل الناس حيت فيوز حقيقيين الناس كيدخلوا كيقلبوا على لا شانسون كيشوفوها بالنسبه ليا واحد لا ساتيسفاكسيون كبيره باغ كونط حتى شريتي الفيوز اغنيه ضاربه لك واحد النومبر ديال الفيو ما حتى حد ما عرفها ما كيسمعهاش ما سمع حد حيت النجاح كيتلبس في الشارع وعلاش الناس باغا تشري لي فيو مع انهم شافوا بلي سي با افيكاس ليغو يمكن ما عرفتش كل واحد حر الفكره ديالو في المانجمنت ما كنقدرش نحكم على حتى شي حد ما هو بنادم تخصك كيخاف مر انه شو خرجتي اغنيه ضربت لك 100000 كاين اغاني من بعد 6 شهور عاد كتنجح من بعد عام عاد كتوصل الناس الا كتخرج وصل الناس الموسيقى ديالك واحد النهار الا كنتي كتستحق شي حاجه راه غتوصل لها كنتمنى نوصل لك شي ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله غادي في سولا بونفو عادي شكرا بزاف كان لقاء رائع معك اخر حاجه تبغي تقولها للفولورز ديالك الناس متبعينك اترافير برنامج فولورز اول حاجه بغيت نشكرك على الاستضافه ونشكر شهاده تي في وكاع الناس العاملين والناس اللي متبعيني بنقول لهم بقاو متبعيني ديروا فولو واللي ما متبعنيش اتبعني عادل الاشبي في انستغرام وان شاء الله كاين بزاف ديال الاغاني جايين وان شاء الله نكون على حسن الظن ديالكم وشكرا على الاستضافه وان شاء الله نكون ضيف خفيف مرحبا مرحبا بك عادل اخر حاجه نطلبها منك هو دير ستوري على المباشر مع لي فولورز ديالك بالطريقه ديالك وتقول الراي ديالك في الحلقه بكل صراحه متفقين؟ ندير نديروها فقرة لا ستوري وأنا كنقول لكم نتلاقى معكم الأسبوع القادم إن شاء الله دائما برنامج فولورز تابعوا الحلقة ديالي ديال فولورز على شهادة تي في مع ابتسام ميرسي عجل شكرا بزاف شكرا لك وشكرا شهادة تي في حلقة واعرة